اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل اكلتين يعني سرعة جدا وبيبقوا متوفرين عندنا في البيت لو احنا مش لاقيين او مش عارفين نعمل ايه. هجيب نص كيلو بطاطس هسلقها وهخليها بوريه كده زي ما انتم شايفين، وزبده وجبنه شيدر مبشوره وبسطرمه وبشاميل خفيف قوي وجبنه موتزاريلا. هنبتدي نحط الزبده على النار لحد ما تسيح كده اهو، وخلاص كده ايه مش هنحتاجها. هتبل بقى البطاطس عندي بالملح والفلفل. الفلفل مش هكتره عشان ما يغيرليش لون البطاطس. هسيح الزبده كده. البطاطس لو سخنه قوي احنا طبعا بنقشرها ونسلقها، لو سخنه قوي مش بنحتاج ان احنا نسيح الزبده، لكن هي بردت طبعا عشان عقبال ما طلعتها اتكلمت معاكم فبردت، مش بنحتاج اصلا نسيح الزبده، بتسيح على طول اول ما بنحطها. هنخلط كده المكونات كلها في بعض، هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. نجيب البشاميل بتاعنا ونحط طبقة خفيفة تحت نفردها كده، ونجيب البطاطس هنقسمها نصين نحطها كده. اتأكد بس ان كلها مفرودة وكلها سمك واحد. هجيب معلقة واعملها كده وبعدين هجيب البسطرمة بتاعتي واحطها، اغطيها كده بالبسطرمة، وهجيب الجبنة الموتزاريلا مش كتير هحط منها طبقة خفيفة، وبعدين الجبنة الشيدر، هحط كده طبقة تانية خفيفة، وهدخلها الفرن 10 دقايق، وقبل ما يعني اول ما تتحمر يعني من 10 دقايق كده ربع ساعة مش اكتر من كده. ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع نعمل الاكله التانيه بتاعتنا؟ هتبقى فراخ بصوص الفلفل. رجعنا تاني، البطاطس لسه في الفرن. هنبتدي بقى نشوف مقادير الفراخ بصوص الفلفل. هنبقى دي نص كيلو فراخ فيليه من غير عظم، بشاميل خفيف هو يعني قلت احتمال نحتاجه بس مش عارفه لسه هنحتاجه ولا لا. دي معلقه توم، جبنه مطبوخه بس اللي هي بتبقى فيها كميه قشطه اكبر، فلفل احمر، جبنه شيدر، زبده، كريمه لباني، بصل. هنبتدي اول حاجه نحط الفراخ تتشوح كويس. انا مش متبلاها خالص فهحطها على طول كده. نبتدي بس نحط الزبده، احط فين اهي، وطبعا بما اني مش متبله الفراخ فهحط معلقه فلفل على الزبده والثوم عشان بس تدي نكهة قبل ما احط الفراخ. بصوا انا حاسه انا زودت الفلفل شويه، فده معناه ان انا مش هحط فلفل خالص بقى لغايه اخر الاكله، يعني هو اصلا مش هيبقى كتير بعد لما نحط باقي المكونات. نحط البصل انا بس شوحت شويه بصل هنا عشان الفراخ تاخد النكهه بتاعته. نبتدي بقى نحط الفراخ. بس ونسيبها بقى لحد ما تستوي. قلت اعمل لكم عصير برتقان بالرمان. هنبقى محتاجين رمانايه هنفصصها، وطبعا على حسب كميه الناس اللي هتشرب. انا النهارده عملت رمانايه فصصتها وعصير برتقانتين وشربات رمان وتلج وسكر. نقلب دي بس كده على الوش التاني. نسيبها كده. هنحط الرمان. عصير البرتقان بتاعنا. لو مش حابين نحط سكر، على فكرة انا مش هحط كتير، انا هحط بس معلقتين لان في شربات رمان فاصلا بيبقى مسكر. ممكن ما نحطش خالص. هنحط شربات رمان بس هسيب شوية كده، هقول لكم سيبوا ليه. وهحط التلج ومش هحط ميه، انا شايفه ان هو مش محتاج ميه. هجيب شوية دول هحطهم كده هنا. وهحط العصير. شايفين اصلا لونه يجنن بجد، الالوان دي اصلا بتخلي الواحد يبقى مبسوط وهو بيشربها. والبرتقان عامل له ريحه كمان حلوه قوي. بص على الفراخ كده، هجيب الجبنه هحط نصها الاول واشوف انا محتاجه الباقي ولا لا. والكريمه وحبه صغيرين من البصل، معلقه كبيره كده. والثوم. احنا اتفقنا ان احنا مش هنحط فلفل عشان اصلا حطينا فلفل كتير. و يعني معلقه بشاميل، يعني مش كتير برضو عشان عايزه الكريمه اصلها لونها بيضه، لو حطينا بشاميل هيبقى لونها اوف وايت شويه، وانا عايزه تفضل لونها ابيض. وهنجيب الفلفل لو عايزينها حراقه شويه، ساعتها هنحط مع الفلفل ده فلفل تشيلي وسبايسي اللي هو بيبقى القرون الفلفل الحمراء. وهجيب البابريكا، هحط شويه، انا عايزه طبعا اللون الاحمر فهحط شويه واضربهم، لو حسيت ان انا محتاجه تاني هشوف يعني. نبتدي نحط البصل، والفراخ كده استوت. نطلع البطاطس عقبال ما دي تتشوح شويه كمان. بصوا شكلها عامل ازاي، سخنه وجميله. وهي سخنه بقى كده بسرعه نقوم حاطين الجبنه سريعا جدا. انا ليه بقى ما حطيتش الجبنه في الفرن؟ جربتها كذا مره، لما بحطها في الفرن الجبنه يعني ساعات بتسيح وتعمل طبقات كده، بتبقى شكلها مش حلو، لكن لما بحطها كده على طول بتسيح ويبقى شكلها احلى، فده بيدي منظر احلى. كده البطاطس خلصت معانا. تمام، استوت كده بقت حلوه. نبتدي بقى نحط الصوص. بصوا لونه عامل ازاي، يعني كده انا شايفاها خلاص استوت، مش قادره احكي لكم يعني الريحه حلوه ازاي. هجيب الفراخ بتاعتي احط شوية كده جبنة هنا على الجنب. اي حاجة كده يبقى النهاردة خلصنا الفراخ بصوص الفلفل الاحمر، وعملنا بطاطس بوريه بالمحشية بسطرمة وجبنة شيدر وموزاريلا، وعملنا كمان عصير رمان بالبرتقال وحطينا شربات رمان عليه. يا رب الاكلات النهاردة تبقى جديدة ومختلفة وتجربوها وتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.